صباح الورد والفل والياسمين والتفاؤل على كل مشاهدي قناة تان في كل مكان. بداية يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الورد. بنبدأ دايما الموجز الإخباري، والموجز الإخباري النهاردة مع زميلي كريم حاتم. صباح الورد عليك يا كريم. صباح الورد يا مها، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تان، وأهلا بكم في موجز الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية لخطط الدولة لتوطين صناعة السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، تناول الرئيس عرض مختلف محاور المشروع القومي لتحويل المركبات للعمل بالغاز، وكذلك الاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع عرض التجارب الدولية المختلفة في هذا السياق للاستفادة منها. وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، أثنى الرئيس السيسي على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري أداء فاق توقعات بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل الإدارة الرشيدة والإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، ومن قبلها التنفيذ الدقيق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية. أعلنت وزارة الصحة خروج 98 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101,783 حالة. وفي بيان الوزارة اليومي، أعلنت عن تسجيل 358 حالة إيجابية جديدة و14 حالة وفاة. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه واثق في أن الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة جو بايدن ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي. وفي تصريحاته على هامش قمة العشرين، قال بن فرحان إن بلاده والولايات المتحدة تربطهما علاقات جيدة منذ أكثر من 75 عاما، مضيفا أن أي مناقشات ستجريها المملكة مع الإدارة المقبلة ستؤدي إلى تعاون أقوى. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن التدقيق الجنائي مع مصر في لبنان ضروري لمحاربة الفساد، مشددا على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مساره بعد انسحاب شركة استشارية تعاقدت لإجراء التدقيق. وفي كلمته طلب عون بالإسراع في التحقيقات لكشف المتورطين في انفجار مرفأ بيروت، كما دعا الرئيس اللبناني إلى حوار وطني لبحث التحديات التي تواجه البلاد. قتل 8 في كمين نفذه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تقع على بعد 200 كيلومتر شمال بغداد. وقال مصدر في الشرطة العراقية إن عبوة ناسفة وضعت على جانب الطريق انفجرت لدى مرور سيارة مدنية، فيما أطلق مسلح التنظيم المتطرف النار على عناصر الشرطة لدى وصولهم إلى موقع الانفجار. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، وزعم إنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان. وفي بيانه قال جيش الاحتلال إن من بين تلك المواقع موقعين لإنتاج وسائل قتالية صاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية لأرضية ومجمع تدريبات للمسلحين. وقع العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بين قتيل وجريح في كمين محكم نفذه الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء. وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، فإن اشتباكات مستمرة تدور في جبهة نهم وصولا إلى محيط معسكر ماس، التي تكبدت فيه الميليشيات خسائر كبيرة في محيطه حتى الخط الأسفلتي الذي تسيطر عليه قوات الجيش. رياضيا، تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف بعدما امتدت المباراة للوقت الإضافي، بينما تأهل النادي الأهلي للدور نفسه بعدما فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين لهدف. بهذا التأهل يضرب الزمالك موعدا مع طلائع الجيش في الأول من ديسمبر المقبل، بينما يلتقي المارد الأحمر مع فريق الاتحاد السكندري. ختام الموجز، والآن أعود مرة أخرى إلى مها بهنسي.
بشكرك زميلي كريم حاتم على الموجز الإخباري. مشاهدينا أسيبكم دلوقتي مع عرض بأهم فقراتنا الحوارية وارجع لكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح الموقع الرسمي لوزاره الدفاع نشر فيديو عن التدريب المشترك اللي تحت عنوان سيف العرب والمقام في مصر بقاعده محمد نجيب العسكريه بمشاركه 6 دول عربيه. 6 دول دول مصر، السعوديه، الامارات، الاردن، البحرين والسودان، وده في الفتره ما بين 17 ل 26 نوفمبر الجاري. خلونا نروح نشوف الفيديو ونرجع علشان نستقبل مداخله هاتفيه. التدريب المشترك سيف العرب بقاعدة محمد نجيب العسكرية في المدة من 17 وحتى 26 من نوفمبر 2020 بمشاركة 6 دول عربية: جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية السودان الديمقراطية. هدف واحد لأمة واحدة. التدريب المشترك سيف العرب. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفنا مع بعض في الفيديو اللي فات، تعليقا بقى على هذا التدريب المشترك وما مدى اهميته ودلاله توقيته، معانا على الهاتف دلوقتي سياده اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني السابق. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. صباح الخير عليك وعلى مشاهدينك الاعزاء. في البدايه عايزين نعرف مشاهدينا يعني اهميه هذا التدريب ايه ودلاله توقيته دلوقتي بيعني ايه؟ هو نمره واحد والتدريب المشترك هو احد مراحل التدريب الخاصه بالقوات المسلحه. القوات المسلحه عندها خطه التدريب بتاعتها بينها لقواتها سنه، يعني عام التدريب سنه او طبقا للظروف اللي موجوده. مثلا في حرب اكتوبر كان عندنا عام التدريب 6 شهور، النهارده الامور مستقره فتلاقي التدريب بيرجع لسنه لعام التدريب. نعم. بتحط فيه النقاط التدريبيه المطلوب الوصول اليها نتيجه الظروف اللي الدوله بتمر بيها. مثلا احنا عندنا تدريب اساسي بتعمل خلاص، طب انا باخد تدريب اخر لمواجهه بعض التهديدات او التحديات الجديده عندي في المنطقه او عندي في البلد او الكلام ده كله بيتكرر عليه القوات المسلحه. طب بنطور هذا التدريب الى اكثر منه ايه؟ التدريب المشترك. دلوقتي التدريب المشترك ده بيبقى مع القوات الجيوش الاجنبيه. طب ايه الفايده من التدريب ده؟ بتوحد بند الخبرات ليا وليهم، بستخدم معدات جديده، بطلع على معدات جديده، بطلع على نظم تسليح حديثه، بطلع على نظم قياده وسيطره جديده ومتطوره. ده اللي انا بستفاد منه والاخر بيستفاد منه. احنا عندنا
التدريب ده بدأناه من الثمانينات، مع براد ستار اللي هي مع القوات الأمريكية، وأعتقد إنه وصل إلى حوالي 21 دولة 6000 ذات 1997، وأنا كنت مشترك فيها تقريبا، كنت أمين قائد فرقة. فده بيوري قد إيه الناس أو الجيوش الأخرى بتحاول تكتسب خبرات من الجيوش اللي عندها خبرات قتالية كبيرة، زي مثلا مصر في حرب أكتوبر، أو دلوقتي حاليا الحرب على الإرهاب. أكثر دولة عندها خبرة على محاربة الإرهاب هي مصر، وبالتالي ناس تسعى إلى إنها تتواجد معاكي وأنت بتاخدي مصالح عمليات جديدة بتتدرب عليها، زي مثلا النهارده عندك مثلا التدريب البحري مع روسيا في البحر الأسود، مش بنروح ونحن نشوف في مصر عمليات جديدة، تدريبات مشتركة في البحر المتوسط. هل ده الأول من نوعه يا فندم؟ يعني التدريبات المشتركة ما بين مصر وروسيا، وكمان ما بين يعني مصر وروسيا والسودان، هل دي تدريبات جديدة الأول من نوعها يعني؟ ده هو التدريب الجديد في المسرح الجديد. نعم. لأن أنت بتعملي تدريبات مشتركة مع روسيا في البحر المتوسط، لكن أنت أول مرة تروح البحر الأسود. تمام. السودان في تدريبات كتير ما بينه وبين السودانيين، وحتى تبادل التدريب في المعاهد بتاعتنا موجوده، واحنا بنستخدم الموضوع ده مع السودان من زمان. لكن لان السودان دوله شقيقه وعمق استراتيجي ليا وله، فبالتالي التدريب عندنا موجود باستمرار. لكن هو احنا النهارده بنعمل ايه في تدريب مشترك؟ ممكن يكون في تهديد مشترك لدولتين مع بعض في منطقه ما او على مصلحه ما. صحيح. هذه المصلحه ممكن تهدد، فلما تتهدد طب احنا لا نتفق مع بعض نصد التهديد ده ازاي؟ يبقى لازم في تدريب مشترك واجاز نقاط التعاون اللي اقدر اشتغل بيها. مثلا انت في البحر المتوسط، انت عملت مع اليونان ومع قبرص، يعني انت رسمت الحدود، في اهداف مشتركه بيننا وبيننا على خطوط التماس بتاعه المياه الاقليميه، المياه الاقتصاديه لينا. طب لو جه تحديد في النقطه دي هنشتغل عليه ازاي؟ فلا بد ان احنا يكون عندنا اسلوب نواجه بها زي النقطه الجديده، سواء نقط تعاون او نقط قياده. حتى مثلا لما تشوفي في البيان اللي طلع في التدريب الروسي، اخذ 3 أيام بيتدرب فيهم نظري على اسس التدريب هيتم ازاي؟ من اسلوب القياده والقضاء هتكون لمين والمفردات اللي هنتم عليها. اذا التدريب المشترك بيوجد حلول عند وجود التهديد اللي احنا ممكن نواجهه احنا كدولتين. يعني هل التدريبات المشتركه دي ليها علاقه مثلا بتهديدات اقليميه يعني بتهدد مصر في الوقت الحالي؟ ممكن. ليه؟ لان انت عندك رضع التهديدات دايما يبقى بحاجتين، يا رضع بالقوه او رضع باستخدام القوه. نعم. امتى هستخدم رضع باستخدام القوه؟ لو انا جاهز والناس شايفاني جاهز للموضوع ده، زي ما كان حصل كده مثلا في موضوع ليبيا لما السيد الرئيس حدد خط الست الاحمر، فعمل تدريبات وعمل فتح تشكيل معركه او جاهزيه فرقه كامله للاشتباك ولدخول الحرب وتفتيش الحرب اللي عمله، وبالتالي هنا الدوله بقت جاهزه لتنفيذ المهمه بتاعتها على الخط ده. فمن هنا الدوله الاخرى ارتضعت ورجعت ما كملتش، لان النهارده ما حدش بيخش حرب بسهوله، الحرب مكلفه جدا، فبالتالي دلوقتي ما عادش لحد ساعه ما يلاقي التهديد له بمواجهه الحرب يرجع تاني اذا كان معتدي. وبالتالي يبقى انت هنا التدريب المشترك ممكن يواجه بيه تهديد مشترك مباشر دلوقتي موجود. وبالتالي عشان كده انت بتلاقي منطقه الخليج النهارده معظم الدول بتاعتها بتعمل معاكش تدريب مشترك زي النص العرب. صحيح. كله تلاقيه حوالين البحر الاحمر، لان البحر الاحمر هو اصبح مطمع لدول كتير. نعم. مطمع لثروات اللي موجوده فيه. صحيح. والخليج بقى مطمع، عشان كده بقول سبت السكه وكده. يعني الخليج دائما يعني مستهدف من ايران، يعني هو مطمع لايران من فتره، يعني من زمان، يعني هي قضيه قديمه في الحقيقه. عشان كده بيلجا هو الى التدريب المشترك عشان يطور نفسه ويزود قوته ويزود الكفاءه القتاليه بتاعته عشان يقدر يواجه جاب. صحيح. ويبقى كمان معاه دعم باين للناس اللي العدو اللي هيجي له، باين في ناس هتجي له دعم، فبالتالي يبقى في رضع مؤقت على الاقل. طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد الغباري مدير كليه الدفاع الوطني السابق. مشاهدينا هشوفكم يعني هسيبكم دلوقتي ونشوف مع بعض عندنا ايه النهارده في مصر، وارجع لكم مره ثانيه.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كلنا عارفين وبنسمع عن المقوله المعروفه جدا ان السجن اصلاح، تهذيب واصلاح. يعني في ناس بتاخد انطباع انه السجن هو مكان ما بيبقاش فيه اي تطور للشخص، قد يكون مثلا انه مكان ممكن يقول، في ناس تقول لك ده الشخص اللي بيبقى عمل يعني جريمه بيدخل بيطلع اكثر اجراما. لكن التهذيب والاصلاح هذه فلسفه، لانه في ناس بتدخل فعلا بيتم اعاده مسارها مره اخرى، بيتم يعني توجيه طاقتهم بشكل ايجابي للافضل. ويمكن ده هنتكلم عنه دلوقتي او هنلقي عليه الضوء دلوقتي، اللي هو بيترجم حرفيا معنى السجن تهذيب واصلاح. احنا بنتكلم على توسع مصلحه السجون في فكره انشاء الملاعب، منها المثال اللي قدامنا هنشوفه دلوقتي وهو ملاعب سجون ترى. وحسب الفيديو اللي احنا بنشوفه هو عباره عن مباراه كره قدم ما بين فريقي السجن، بيضم الفريقان مجموعه من اللاعبين اللي بيملكوا مهارات كبيره، وجاءوا طبعا لانه عليهم عقوبات، ف يعني عقوبات متنوعه بيقضوها، وده طبعا اتهمهم في قضايا مختلفه ما بين يعني قتل، التجار فيها المخدرات او اموال عامه، وسرقات ومشاجرات. فعايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا التوسع من خلال ضيفنا اللي معانا على الهاتف، استاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. صباح الخير، اهلا بحضرتك. صباح الخير استاذ معاك، صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. عايزين نوضح لمشاهدينا اكتر يعني ايه قصه فريق كره قدم سجن تورا وتشكيله، يعني ايه القصه دي؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، الناس واللي في الوجدان الشعبي متعارف عليه ان الناس واخده فكره ان السجون دي عباره عن عنادر، السجين بعد عنبر او زنزانه منفرده وما بيطلعش من السجن. لا، مفهوم السجون تغير يا استاذ معاك خلال الفتره الاخيره. السجون المصريه تشهد ثورة تطوير بمعنى الحرفي، هناك مشروعات إنتاجية، هناك العديد من أماكن الترفيه وأماكن التريح زي ما قلت حضرتك. في على سبيل المثال في سجون ترى ملاعب موجودة على مساحات كبيرة، هذه الملاعب بتخصص أوقات المنتجين لإقامة مباراة كرة قدم، وبيتم إحضار تيشيرتات رياضية، واللعيبة مش بينزلوا يعني كده يمشوا رجلهم وخلاص، لا، دي لعيبة على مستوى يعني لعيبة فرق محترمة يعني، وبينظموا لهم دوريات، بينظموا لهم مباريات. هذه هي ساعات التريض اللي معمول بها وفقا للوائح السجون اللي بتنظم عملية التريض والترفيه للمساجين، حتى يتسنى للسجين أن يخرج لعدة ساعات خلال اليوم للتريض والتواجد في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس. يعني خلينا نتكلم عن كمان البعد الفلسفي لهذا النمط او هذه السياسه. ايه اهميه انه انا بدي فرصه للسجين اثناء فتره تقضية عقوبته ان هو يمارس رياضه او يتعلم حرفه زي النجاره، وشفنا نجاره، او ان السيدات مثلا تعمل انواع من الاكلات، او ده بيكون إيه بيفيد السجين بايه لما بيقضي عقوبته وبيخرج من السجن؟ ده سؤال مهم جدا. السجين مش موجود خلف اطوار السجون عشان يؤدي العقوبه المقضي عليها فقط لا غير، ولكن السجين موجود لاصلاح وتهذيب زي ما حضرتك قلت في البدايه. بيتم خراب السجين في المجتمع بعد ذلك، قبل ذلك بيتم اعداده اعداد جيد داخل مصلحه السجون عن طريق التعليم وحرف. هذه الحرف يتسنى لي بعد خروجه من السجن يزولها، مثلا منه النجاره، منه ورش النجاره، منه الزراعه. واثناء وجود السجين داخل السجن يستطيع ان يحصل على هامش ربح، هامش الربح ده بيكون محدده مصلحه السجون، قد يكون 10% 5%. بعض المساجين يتكسبوا من هذا العمل ويدخلوا هذه الاموال الى ذويهم، بعضهم بيجهز بناته للزواج من هذه الاموال. السجين عندما يخرج من السجن يستطيع ان يكون لديه حرصه حتى لا يعود الى الجريمه مره اخرى، ونضمن بذلك يعني تصحيح مساره وعودة اندماجه في المجتمع بشكل طيب وسليم. وهذا ما تقوم عليه مصلحة السجون الآن خلال ما يعرف به الإصلاح والتهذيب على نطاق واسع وفقا للمعايير العالمية الدولية. الفرق اللي احنا شفناها بتلعب مع بعض، دول فرقتين من نفس السجن يعني بتبقى متقسمه بشكل يعني، هل في مسابقه رسميه مثلا، ولا ده لعب كده بشكل تطوعي مثلا؟ والفريق اللي بيفوز ايه جايزته يعني، بيكافئ ازاي؟ يعني هو مش بشكل رسمي وفقا للمتعارف عليه، ولكن هي دوريات وديه بيتم اثابه الفائزين عن طريق هدايا رمزيه، وزي ما قلت حضرتك وفروض تيشيرتات وفروض مزيد من ساعات التريض. المسجون بيستطيع ان يلاقي متنفس داخل السجن، بيمارس حياته بشكل طبيعي داخل السجن.
يعني دور الإعلام كقوة ناعمة من وجهة نظر حضرتك، إزاي نأهل المجتمع إنه يستقبل هذا السجين كفرد ما بين يعني يعيش ما بيننا بعد خروجه من السجن وما يفضلش يتعاقب على جريمته مدى الحياة، لأن هو بالفعل أدى عقوبته خلاص، فالمفروض إن هو كمان خارج بعد ما تم إعادة تأهيله وإصلاحه، وبالعكس ممكن يكون اتعلم حاجة جديدة وحابب إن هو يبدأ يعني صفحة نظيفة في حياته، فإزاي يعني نؤهل المجتمع بالوعي وذهنيا إنه يستقبل هذا السجين بعد انقضاء العقوبة؟ ده سؤال مهم جدا. إذا السجين قد أخطأ في حق نفسه أو في حق المجتمع فهو قد قضى عقوبته في التمام، ومن ثم يعني سقطت العقوبة من عليه، ومن ثم يجب على المجتمع أن يتقبل هذا السجين وعدم النظر للسجين على أنه رد سجون وعدم التعامل معه في العمل وعدم التعامل معه في مجالات الحياة. السجين أصبح إنسان ولد جديد من رحم الحياة بين بعض المتأثرين الثقيلة فيهم، ان احنا يعني اصبحنا بفرصة حياة جديدة حتى خروجنا من السجن وتعلمنا الدرس ولا نعود الى هنا مكانا الى هنا مرة اخرى. السجناء وفقا لي زي ما قلت لحضرتك اماكن التأهيل والاصلاح، السجناء اصبحوا اشخاص اخرين يستطيعوا ان يندمجوا في المجتمع بسهولة ووثق دون ان تحصل اي مشاكل. نعم نعم، أبشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود عبد الراضي رئيس قسم الحوادث باليوم السابع. والخبر الأخير اللي معانا النهاردة طبعا هو خاص بوزارة الكهرباء، وفي تصريحات مهمة جدا من الدكتورة دلال حلمي رئيس قطاع الشؤون الفنية لسوق الكهرباء والربط الدولي بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اللي قالت أنه تم ضخ مليارات الجنيهات لتطوير الشبكة القومية للكهرباء على مدار السنوات الماضية. وقالت كمان خلال مشاركتها بمؤتمر الطاقة والتنمية مستدامة إن الوزارة بتعمل حاليا على تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والأردن من خلال إضافة دولة العراق لعمليات الربط، وإنه تم الاتفاق على تصدير الطاقة الكهربائية للعراق في اجتماعات للجنة العليا للمشاركة بين البلدين مؤخرا، وكمان عمل دراسات لرفع القدرة الانتاجية بالنسبة للربط الشبكي مع ليبيا، ودراسات أخرى كمان للربط الشبكي مع كريت وقبرص واليونان. خبر طبعا مبشر جدا، ويعني إذا كان بيعكس هو بيعكس أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة وصحيحة في التنمية المستدامة. احنا بنتكلم ان احنا وصلنا لمرحلة بقى عندنا يعني اكتفاء من الغاز وبنصدره، كمان دلوقتي احنا بنوصل لمرحلة ان احنا هيكون عندنا اكتفاء من الكهرباء وكمان نصدرها. مشاهدين احنا بكده خلصنا جولتنا الإخبارية السريعة، سيبكم مع فاصل ونرجع نبدأ فقراتنا الحوارية، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني كتير مننا بيسمع أن قيادة السيدات للسيارات فيها مشاكل كبيرة، مع أن أنا شخصيا مش موافقة على كده خالص، وأن أغلب حوادث الطرق سببها المرأة، وأن وجودهم على الطريق بيخلي أزمات كتيرة في السواقة. الحقيقة يعني في كلام كتير جدا ممكن يكون مش صحيح، وده إحساسي في الحقيقة، وأغلبه بيرجع لفكرة طبعا المشاكسة الأزلية اللي من قديم الأزل من الأجيال القديمة ما بين الرجل والمرأة، وخصوصا أن احنا
يعني كمجتمعات شرقية معروف ان الذكورية عندنا شديدة شوية عن اي دول غربية، وطبعا هي ما بتخلاش من الهزار في الحقيقة. لكن احنا النهاردة كمان بشكل علمي هنتكلم مع ضفنا عن الحواس الخمسة، يعني ازاي ايه علاقة الحواس الخمسة بسواقتنا للسيارة، ونصائح للسيدات والرجال كمان ايضا. فخلينا نستفيد بقى بالنصائح دي ومن شكل علمي ومدروس من ضيفنا اللي معانا في الاستوديو المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، اللي هيكلمنا كمان عن قياده المراه للسيارات ما بين الحقيقه والادعاء وبشكل موضوعي تماما، وازاي المراه تستخدم الحواس كلها او تستفيد بالحواس الخمسه كلها في القياده. اهلا بحضرتك. صباحك سعيد. انا مش عاجباني المقدمه، عمال اعمل انا انسرتات من عندي عشان انا حاسه انه لا انا بشوف الرجال عامله كوارث. انت مش محسوبه في وسط السادات، انت محسوبه في وسط الملائكه، فانت خارج انت خارج المنافسه. لا العفو العفو، بس احنا على الطريق لما بنشوف الحوادث والعربيات الكبيره المقلوبه اللي بيسوقها ايه التريلات والحاجات رجاله، فالرجاله اللي هم اللي عاملين الكوارث. مش احنا النهارده بس عايزين نتكلم على ايه؟ على التثقيف. بينقصنا في الاعلام المصري التثقيف، نتكلم على التثقيف المروري، تثقيف القياده، تثقيف الشارع. النهارده الدوله بتضخ ما يقرب من 8078 كيلو متر اسفلت جديد ورافع كفاءه القديم. ليه؟ حضرتك بتهيئي بيئه كويسه، الانفراستراكشر بتعمليها كويس جدا، بتضخ فيها الدوله 175 مليار جنيه. ليه؟ عشان تبقى عندنا قياده امنه. يبقى احنا نتكلم على القياده بين الواقع والمأمول، فنتكلم على ايه؟ التثقيف. ايه التثقيف ده؟ التثقيف للذكر وللانثى. بس احنا دايما بنقول ليه حواء وقياده السيارات الحواس الخمسه، يعني يمكن كمان ده جاي على سيره اجتماع الرئيس السيسي امس بخصوص توطين السيارات والخاص بالسيارات. يعني خلينا نقول انه يعني القياده السياسيه ماشيه بقوه زي ما حضرتك قلت في تطوير الطرق والكباري والسيارات اللي احنا بنتكلم بالكهرباء. تمكين مصر كمصنع اقليمي سيارات كهربيه بالظبط، اول مبادره ثانيه بتحويل سيارات للغاز. وانا بؤيد جدا مبادره الرئيس الاولى بتمكين مصر كمصنع اقليمي. ليه؟ لأن مصر بتتجه أو العالم كله يتجه 2025 2030 نحو سيارات كهربية بيئة نظيفة تماما. إيه الفرق بين البنزين والغاز أو البنزين والكهرباء؟ هنا في معدلات تلوث عالية جدا، البنزين والسولار. الغاز بيقللك ده جزء صغير جدا، لكن الكهرباء بتمنع التلوث خالص. نخش على التثقيف بقى بتاع القيادة. احنا بنتكلم على التثقيف القيادة او الارتباط الحواس كلها. بنبدأ بحاسة المشاهدة او الابصار، وانا لسه بركب العربية بتاعتي عيني بتجيب الاربع فرد كاوتش. الاول حاجة وانا قبل ما اركب كاوتش مريح، كاوتش نايم، كاوتش بتاع، بركب العربية اول حاجة في التثقيف المروري. وده طبعا بنشوفه في الخليج بقى في اعلى صورة بصراحة، يعني اللي بيوازي الستاندر على مستوى العالم. النهارده الناس كلها بتقيس بدبي، ما بتقيس بالولايات المتحدة والمانيا وهولندا بتقيس بدبي. فتلاقي اول حاجة بتعملي فيها تظبطي الكرسي، تظبطي ظهر الكرسي، اشد الحزام. نمرة 2 مراياتي مهمة جدا. ليه؟ في ناس كتير تبقى سايقة وقافلة المرايات، خاصة بتبقى شوية موجودة عند السيدات. ليه؟ أهمية المراية إيه؟ مراية الجنب دي بتحدد لي مين اللي جاي على إيدي مين؟ مين اللي جاي على إيدي الشمال؟ المراية بتاعت النص دي بتجيب لي كل الناس اللي جاي ورايا. فلو أنا مش شايف الطريق يمين شمال وورا تبقى في مشكلة. تلاقي في ناس تانية بتحط عربية طفل وبتحط كذا وكذا، تلاقي الإزاز أساسا أنت لما تبص في المراية أنت مش شايفة حاجة ورا، كله مقفول. فانت بتسوقي في منطقه عمياء انت مش شايفاها. احنا عندنا نقطه عمياء واحنا بنلف في دورانات واحنا بنعمل، لكن الطبيعي ان لازم ظهرك يبقى كله باين، انت شايفه الظهر كامل. ليه؟ عشان ما نتكلمش على معدلات حوادث، ما صادنلي ما نوقفش وبتاع تبقى عندنا مشكله. بالليل قبل ما بركب ببص على الفوانيس بتاعتي. الفوانيس النهارده احنا في فصل الشتاء، لازم نخلي بالنا لما بتنزل شويه مطره، عندنا ارض متربه شويه، فالفوانيس كلها بتتملي، بيبقى عليها تراب مع طينه، فبتعمل ايه؟ المعدلات الرؤيه بتبقى قليله جدا، منخفضه. ده على الطريق خطر، خاصه بالليل، خاصه لو عندك بعض اللمبات شويه محروقه فبيعمل لك ده مشكله. بركب العربيه، ظبطت المرايات، ظبطت مرايه النص، وانا ادي ايدي بتخبط على الكلاكس عشان اشوف الكلاكس شغال ولا لا. ما بقولش ان احنا استخدام الكلاكس عندنا هو حاجه عاديه، لا طبعا، بس لازم يبقى موجود. ده للامرجنسي، لازم يبقى موجود عندنا. يعني حضرتك بتحكي على الفحص اليومي اللي احنا بنعمله كل يوم قبل ما بننزل، يعني قبل ما نتحرك بعربيتنا. انا ابص على العربيه بس واظبط حاجاتي كلها عشان ابدا اسوق. الحاجه المهمه عند السيدات، احنا بس بنوضح بعد اذن حضرتك ان الكلام ده للرجال والستات، لحسن يعني الرجاله يبقوا بيتفرجوا دلوقتي يقول لك لا الستات خالص. بس اللي تنزل تشيك على العربيه. الحاجه الثانيه السيدات بقى بتلاقي حاجه غريبه جدا، واحده ست اخذت طفل على رجلها.
دي مشكلة كبيرة أو حطها جنبها. لا، دايما بنقول في معدلات الأمان احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على جودة وبنتكلم على أمان. أمان، لازم الطفل يركب ورا في كرسي طالما عمره ما تجاوز 7 سنين، يركب ورا في الكرسي وبيتربط عليه الحزام. ده لازم، ده أساسي في الايه، في المركبات. لو انت في أي دولة برا بتاخدي مخالفة لو انت عملتي حاجة زي كده. كل دي من الحاجات البدائية اللي بتبصي عليها ألف ب قبل ما تطلعي قبل ما تركبي العربية. حاجة تانية، نبدأ بقى على الحواس. أهم حاسة عندنا في العربية هي حاسة الشم. إيه اللي بيحصل عندنا؟ دايما حضرتك لما تيجي تمون العربية تقولي أنا بمون العربية، أو بجينا شكاوي في مركز الخدمة، كل ما مون العربية ألاقي يومين الصالون بتاع العربية مليان بنزين. عندك مشكلتين انت بتحسي بيهم في الموضوع ده. ايه هو؟ في تحت الكاوتشه في كاوتشه بتركب في الكوع لما تيجي تموني العربيه، يحط المسدس كده في الزور دوت صاج، بتنزلي تحت شويه تلاقي في كاوتشه. الكاوتشه دي بعد فتره بتبدا تشقق، لما تشقق تطلع ريحه وتخلي الصالون كله مليان بالبنزين، وانت ماشي بعد ما مونتي وفولتي التانك لمده يومين تحس ان الريحه موجوده. حاجة تانية، لما بتيجي تعملي صيانة دورية ما بتعملهاش في مركز الخدمة المعتمد، بتعملها عند حد في الشارع أو حد ميكانيكي صغير أو كده. كل فلاتر البنزين دلوقتي بقت موجودة فين؟ مع طلمبة البنزين تحت الشلتة اللي ورا في التانك. فلما بنطلع دي ونغير الفلتر، في طوق كده عبارة عن طوق كاوتش خفيف اسمه أويل سيل، ده مانع تسريب. ليه؟ التانك لما بيتحرك بيتولد فيه تيارات، التيارات دي بتعمل ايه؟ ضغوط شويه، التيارات اللي جوه دي في التانك بتعمل شويه ضغوط، فبتعمل ايه؟ البنزين ده بيحصل له ايه؟ زي تبخير كده، بقى عايز ايه؟ يتنفس. يعني المقصود بمركز صيانه معتمد، يعني ممكن مركز صيانه يكون معروف، مش لازم التوكيل بتاع السيارة. التوكيل ده نمره واحد، لو احنا خرجنا من الضمان وشايفين ان التكلفه في مركز الخدمه بالزبط. المعتمد عاليه شويه بالزبط. نروح عند ورشه يعني كلاس A بنسميها، ورشة نظيفة، هي مش وكيل لكن ورشة نظيفة فيها مهندسين صحيح. فيها أجهزة بياخد باله من الأمان، اللي هي بيبقى فيها كشف بالكمبيوتر وفيها وفيها سيفتي الأمان. ليه؟ حضرتك بتشربي سجاير وانت قاعدة في الصالون بتاع العربية وعندك البخار بتاع البنزين ده طالع، في خطر ان انت تشرب سجارة تولعي الولاعة والصالون ده كله معبق. يبقى احنا اول ما نركب وعندنا الريحة دي لازم نفتح 4 أزاز على طول، زي ما نيجي في الصيف ونركب العربية في الحر لازم نفتح 4 أزاز ونشغل التكييف. ليه؟ عشان يطلع لي الشمس، بتعمل تفاعل مع الماتيريال، الخامه بتاعه التابلو بتاع العربيه والفرش بتاع العربيه بتعمل ماده سامه، خاصه ده يبوظ صدر الاطفال الصغيرين. فاول ما نركب ندور العربيه نشغل التكييف نفتح ال4 أزاز 3-4 دقائق كل السموم اللي جوه دي بتبدا ايه؟ تطير. يعني دي ملهاش علاقه بان هي تاذي الموتور او تبقى التكييف بيضغط على الموتور لو انا قافله الازاز من الاول. لا خالص. التكييف اتعمل عشان هو موجود على المحرك بتاع العربية. عندنا بس فرق بين المحرك والموتور. الموتور للعربيات الكهرباء، المحرك لعربيات البنزين والديزل، عشان نبقى المسميات عندنا واضحة عشان ما تختلطش يعني. فاحنا بنقول ايه؟ المحرك بتاع العربية ده عليه احمال. ايه هي؟ الجير بوكس الفتيس الاوتوماتيك ده حمل على المحرك، التكييف حمل على المحرك، الباور ستيرينج بتاع الدركسيون حمل على المحرك. كل دول محسوبين في الاحمال على العربيه. العربيه بتطلع 100 حصان، لما تشغلي الفتيس ال100 هيبقوا ايه؟ 95. لما تشغلي التكييف هيبقى 94. لما تشغلي الباور ستيرنج شمال يمين هيبقوا 93. يبقى انا عندي صافي الهورس باور بتاعه العربيه مثلا 97 ايه هورس باور على سبيل المثال. كل ده محسوب جوه. حاجه المهمه جدا لما نتكلم على حاسه الشم، اتكلمنا على البنزين اول حاجه. الحاجه الثانيه، تشمي ان في حاجه بتتحرق جايه لك من بره بقى، زي كاوتش محروق صح؟ لا، في عندنا تسريبات زيوت بتحصل جوه العربيه، غطى التكيهات لما بينشف شويه بيبدا ينزل زيت، الزيت ده ينقط فين؟ على الفرن بتاع الشكمان. الفرن بتاع الشكمان ده مولع درجه الحراره فيه مثلا 900 وتلاقي نازل عليه نقطه زيت، يعمل ايه؟ يطلع ريحه سيئه. بتمشي في مناطق مش ممهده ومناطق مش كويسه، احيانا بتاخدك رجلك او مشوارك على منطقه عشوائيه، منطقه مليانه بالقمامه وخلافه، تشمي ريحه سيئه جدا في العربيه، حاجه بتولع. نبص نلاقي ايه؟ في كيس بلاستيك من بتاع القمامه ده لزق في الشكمان من تحت. الشكمان ده سخن جدا بيلزق عليه الكيس ده. كل ما تمشي وتشغلي العربيه والشكمان يسخن يبدا يطلع لك روايح ودخنه طالعه من تحت العربيه. في الحاله دي اتصرف ازاي لو لقيت ان في كيس لزق في الشكمان؟ على مركز الخدمه بيرفعوا العربيه على الونش وينظفوا الكلام ده ويحطوا عليه ماده معينه كده بتنظف خالص ماسوره الشكمان، خلاص بتخلص الريحه بتخلص. ونفس مركز الصيانه لو الـ لو الـ الرابر اللي هو بتاع البنزين اللي بيتشقق ده بيتغير، اللي هو ممكن يسرب ريحه البنزين واللي العربيه، واللي في الصالون من جوه بيغير الاويل سيل وبتخلص الموضوع immediately، ما فيش فيه مشكلة نهائي. حاجة تانية، وانا ماشي بحس بالعربية بسمع وو 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 وو، كل ده بيبقى منين؟
كاوتش لما بيبقى بايظ بيبقى في حاجه اسمها عالي وواطي، ده نتيجه لايه؟ لان انا عندي المساعدات بتاعه العربيه، المساعدين بتوع العربيه باظوا، فبداوا يسربوا زيت. لو انا ما شفتهمش بعيني بسمع الكاوتش بلاقي الكاوتش بيبوظ بسبب المساعدين، يبقى انا لازم اخلي ودني دايما مع العربيه. ليه؟ لان في حاجه بتاثر على حاجه. بقى في اتجاه دلوقتي ملء الاطارات بالنيتروجين بدل الهواء. النيتروجين بصي مكلف جدا، احنا بنشوف ان الهواء هو الطبيعي انه يركب في العربيه وهو كويس جدا وما عندناش اي تاثير. المهم قوي ايه بقى لما تيجي تبصي على حاسه الابصار، بلاقي عندي الكاوتش بتاع العربيه يا اما متاكل من بره يا اما متاكل من جوه يا اما متاكل من النص. طب ده بسبب ايه؟ بتاكل من بره ليه اسباب، للتو ان والتو اوت، ظبط الزوايا بتاعه العربيه، تلاقي العربيه بتحدف منك سنه شمال او يمين فيتاكل الكاوتش. سبب الكاوتش لما بتاكل من النص، حضرتك عندك الكاوتش مظبوط او مكتوب الليبل بتاعه ان انت بتظبطي على 30 بي اس اي، حضرتك بتظبطي على كام؟ على 35. الكاوتش يبقى منفوخ قوي، يبقى يعني الكاوتش نفسه مكتوب عليه الدرجه اللي طبعا يبقى مش على الكاوتش، بيبقى مكتوب على الباب السياره. لما تفتحي باب العربيه بالزبط. بتلاقي في ليبل كده موجود مكتوب عليه كده، او تفتحي تانك البنزين تلاقي مكتوب عليه الضغط بتاع الاطارات امامي كذا خلفي كذا، ولما تحطي امتعه ويكون الصالون مليان بالكامل يبقى الضغط كذا، في الصيف كذا في الشتاء كذا، كل التعليمات دي بتبقى موجوده. مين اللي بيديك التعليمات؟ لما تيجي تشتري العربيه في مركز الخدمه في الشركه يعمل ايه؟ بعد ما البياع يعرض عليك العربيه ويوريها لك بياخدك على مسؤول الصيانه، من فضلك اشرح للمدمزيل مها، اشرح لها كذا كذا كذا، يشرح لك العربيه فروم اي تو زد، ويدي لك الكتاب اللي محدش بيبص فيه خالص. ما حد، انا عندي المانيوال قد كده وجديد لانج ما الاونر مانيوال محدش بيه، هم بيحتفظوا بيه فقط لا غير، زي طقم الصيني في النيش. بالظبط. فاحنا لا، احنا لازم نقرا الكتاب ده، لان الكتاب ده هتلاقي فيه معلومات كتيره جدا من الشركه المصنعه، الشركه الام، بتعطيكي كل النصايح اللي هنا. وامتى الخطوره؟ عينك وانت سايقه دايما لازم تبقى على لوحه العدادات. ليه؟ كل العربيات دلوقتي كومبيوترايز كمبيوتر سيستم بتطلع لك لمبات كتير قوي، كل لمبه من دول ليها معنى. في لمبه تنور ما فيهاش خطوره نهائي، بمعنى لمبه المساحات بتاعه الميه نورت فما عنديش خطوره في الصيف. طب في الشتاء الارض مليانه طينه، بطلع على طرق سريعه، المطره مطرت بقى قدامي كله انا بقتش شايف. فاحنا بنقول ايه؟ دي لازم تبقى مليانه ميه وعليها نقطتين صابون. بلاحظ الناس بتملى القربه صابون وتحط نقطتين ميه، فتيجي تشغلي تلاقي الازاز كله بقى صابون. طبعا المفروض العكس بالظبط كده، نحط الميه وعليها نقطتين عشان تنضف كويس. بالظبط. فاحنا اللي بنشوف الايه، لازم تخلي بالك دايما عينك على دول المساحات بتاعه الازاز. وانا بعمل تجربه للمساحات، عندي المية مليانة وبجرب المساحة، خلي بالي ان في مساحة بتمسح حلوة قوي، المساحة التانية ما بتمسحش خالص. ليه؟ الكاوتشة بتاعتها بايظة. نشيل الكاوتشة نرميها نجيب كاوتشة جديدة، لكن مش لازم نجيب مساحة كاملة. فده مهم جدا ان انا ماشي على الطريق. ليه؟ عشان الرؤية بتاعتي مهمة قوي، مهم قوي. وانا بستخدم عيني كمان وانا سايق العربية اشوف ان انا بيحصل عندي وانا ماشي بسمع زلطة خبطت في الإزاز، أبص على الإزاز اتنقر. بكرة بلاقي النقرة دي بقت خط بتوسع، بكرة بقت خطين ثلاثة أربعة، أخلي عيني دايما على ده عشان مستوى الرؤية مهمة جدا، عشان ده اللي بيعكس مستوى الأمان على الطريق في القيادة. كلم تاني على الروايح، بلاقي إيه؟ حد بقى من الستات الكبار لما بتركب العربية، بتركب عربية مانيوال، فتجيب النقلة الأولى والتانية والتالتة والرابعة وهي بتعمل الحركة دي، بتنسى خالص إنها ترفع رجليها من على الدبرياج، تبدا ياكل الدبرياج، تاكل تاكل تاكل، تشم ريحه حريقه جوه العربيه وهي مش واخده بالها الحريقه دي منين. الدبرياج ده لما بيبوظ العربيه ما بتبداش تتحرك. الدبرياج ده فايدته ايه؟ مش هي علشان تنقل في المانيوال بتدوس على الدبرياج لازم طبعا. اول ما تنقلي المفروض ترفع رجلك دي خالص جرادولي، ترفعها سنه بسنه على الدبرياج وتقومي شايلاها. لا، هي بترفعها نص رفعه وتخلي رجلها مستريحه وبتنسى. فده بيعمل ايه؟ بيبدا ياكل في الديسك الاسطوانه، يشممك ريحه حريقه جوه الصالون، مش عارفه الحريقه دي منين. شويه تلاقي العربيه ما بتمشيش، فتيجي تشتكي صاحبه العربيه كذا العربيه ما بتمشيش. طب تعالوا شوفوا، نروح نشوف العربيه اللي هي كانت طقم دي بسيتي. لا انتوا اللي باظتوا. لا ازاي حضرتك؟ طب اتفضلي سوقي العربيه. يعني على سيره حضرتك بتقول انه الاستهلاك ممكن يبوظ العربيه، عشان بس في ناس بتبقى يعني في مقوله كده او سمعتها حتى من كذا حد، يقول لك انا كل 5 سنين لازم اشتري عربيه جديده. ليه؟ لانه بيقول لك هي بعد 5 سنين بتبتدي تفتح بقها، فانا بجيب العربيه بالقسط، القسط بيخلص على 5 سنين، اقوم على طول ابيعها وازود عليها وابتدي اجيب تاني. طبعا مش كل الناس، ده اللي احنا بنتكلم عليه اسمه البيهيفير، الدرايفر بيهيفير، سلوك القيادة. أنا وأنا بسوق العربية بسوقها إزاي؟ أنا عندي عربية موديل 70 أحسن من عربية 2020. طب إزاي دي؟ أنت بتحافظي على العربية والصيانة إيدك فيها دايما،
هتبقى انا عندي عربيه بتاعت احدى الشخصيات، يعني عربيه الماني براند نيو زيرو، عامله كام كيلو؟ 23,000 أو 25,000 كيلو. موديل كامل العربيه 75، العربيه زيرو. بس دي عشان الكيلوهات يمكن قليله، لكن احنا بنتكلم على حد بيمشي كيلوهات كتير، بيمشي بيها قليل قوي، بياخد اصلا عربيه انتيكه، فالعربيه الانتيكه دي انت بتستخدمهاش على طول، ما بتبدليهاش. انا بس بتكلم على الناس اللي حالتهم الاقتصاديه ما تسمحش بالريتم انه كل 5 سنين اجيب عربيه زيرو. ما ينفعش، لازم لو انت حافظتي على انا هجيب النهارده عربيه زيرو، اديها لواحد مهمل هيعمل فيها ايه؟ هيكسرها. هيخلص عليها. وهاتي واحد سواق محترم، اديله عربيه نص نص، هيحافظ عليها على الوضع ده وهيمشي بيها عادي جدا وزي الفل، مفيش فيها اي مشكله. نرجع تاني للحواس، هلاقي عندي وانا ماشي اخد مطب ولا بتاع، احس ان في حاجه بتتكسر في العربيه من تحت. عندي كاوتشه صغيره قوي وكاوتشه الناحيه التانية كده، عندي حاجه في العربيه اسمها الميزان. الميزان او الاستابلايزر رود، ده فايدته بس في المطبات، بيتعمل زي بيتعسر كده، يتعسر ينزل في المطب ويرد تاني يرجع زي ما كان. تاخدي المطب بنعومه مع المساعدين مع السوست، ما تحسيش ان انت ماشيه بالعربيه خالص، تحسي ان انت نايمه على السرير. ده اول ما الكاوتشه دي بتتقطع تحسي ان الدنيا بتتكسر، اكني في حاجه اتكسرت. لما تروحي عند التوكيل تلاقي في كاوتشه صغيره كده، الكاوتشه تمنها 20 جنيه، تغيري الكاوتشه دي تلاقي العربيه بقت زي الفل. الكاوتشه دي اسمها ايه؟ كاوتشه الميزان. كاوتشه الميزان، واحده يمين وواحده شمال، لو واحده فيهم اتقطعت او كده يعمل نفس المشكله، صوت رهيب. الحاجه الثانيه، وانت بتاخدي الدركسيون شمال او يمين قوي تحسي تك 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 تك. ايوه، لازم تعرفي ان ده ايه، الكبالن بتاعه العربيه، يا اما راس الكوبلن اللي بره بايظه او راس الكوبلن اللي جوه بايظه. فلما تسمعي الكلام ده لازم تقفي وتقولي ايه التوكيل، تعالوا بصوا على العربيه فيها مشكله ليه، بدل ما تاثر على الكوبلن بالكامل اللي تمنه قد كده، لا هتغيري راس الكوبلن بس اللي جوه او اللي بره. راس الكوبلن اللي جوه لما بتبوظ بتعمل كمان مشكله تانية، بتحسيها في ايدك وانت سايقه، وانت ماشيه على الطريق بت 60 70 بتحسي ان اطاره الدركسيون فيها رعشة. عندنا رعشتين بيحصلوا في الطارة بتاع الدركسيون. رعشة من الترصيص، بيكون الكاوتش عايز يترصص على الجهاز، ورعشة تانية من راس الكوبلن الداخلي شمال أو يمين. لو حصلت إنها باظت نمسكها تحس إن فيها إيه، بوش. يعني أنت لما تمسكي راس الكوبلن وهي جديدة تيجي تحركها ما بتتحركش، لكن لما يبوظ تيجي تحركها تلاقي فيها بوش. طيب خلينا نقول انه الوقايه خير من العلاج. طبعا. كل فتره قد ايه اعمل كشف عام يعني بالكمبيوتر، بحيث انه احتياطي لو في اي حاجه هتحصل الحقها قبل ما تحصل؟ الصيانه الدوريه تتم كل 10,000 كيلو داخل مركز الصيانه. اقيسها بالكيلوهات؟ بالكيلومتر، ملهاش حاجه تاني. او لو انا بقى بسافر واسيب عربيتي، لا كل 6 شهور ابعت اشوف العربيه ايه، ابعتها لمركز الصيانه. الحاجه التانيه، وانا بسيب العربيه بلاقي الكاوتش بتاع العربيه بدا يريح. الكاوتش ده ليه 3 حالات، يا اما ملمسه على الارض خط مستقيم، معنى ذلك ان الكاوتش ده مظبوط الضغط بتاعه 10/10. طب لو الضغط بتاعه قليل يعمل ايه؟ ينام على الارض، فتلاقي ملمسه على الارض عباره عن مستطيل. طب لو رفعنا الضغط زياده هتلاقي ملمسه على الارض عباره عن نقطه. يبقى احنا عندنا نقطه ضغط عالي، وده ياكل الكاوتش من النص، مظبوط تماما عباره عن خط، مفيش اي مشكله في الكاوتش. نايم هتلاقيه بيتاكل من الشمال واليمين مره واحده. ليه؟ الفرده بتبقى نايمه على الارض، فبتبقى ايه عامله كده، بتمريحها على الارض كده، فتتاكل من هنا وتتاكل من هنا. كمان لما بيبقى مريح على الارض كده، لو جيتي جنب الرصيف، واغلب الناس وهي بتركن جنب الرصيف يخبط الرصيف. اول ما يخبط الرصيف ايه اللي بيحصل؟ تلاقي فيه بابلز كده طلعت، عباره عن بالونه طلعت في الكاوتش، فتروح للوكيل تشتكي له الكاوتش بتاعك بايظ، يقول لك لا ده اسمه ايه، سايد اكسيدنت، انت خبطتي بس الرصيف وانت بتركني يعني مره. ده سوء استخدام. سوء استخدام. الابنورمال يوز هو اللي بيطلع عندنا مشاكل كتيره جدا. انت لقيت المساعدين فيها مشكله وما غيرتهاش او ما حسيتيش بيها، بوظتي الكاوتش. تروحي التوكيل، التوكيل يبص العربيه في الضمان، يغير لك المساعدين اللي بايظه. هو على سيره الركنه، هل فعلا لازم حتى لو انا حركنها فتره طويله ومش محتاجاها، لازم انزل كل فتره اشغل بس الموتور اسخنها واقفل تاني؟ شغلي الموتور ليه؟ عشان تحافظي على البطاريه، تحافظي على كفاءه الاجزاء الداخليه، لما الزيت بيتضخ جوه بيغسل كل حاجه. كل قد ايه احتاج اشغل الموتور؟ انا مثلا وانا مسافر بخلي الجراج بيغير مكانها كل اسبوع. كل اسبوع يدور. يدور ويشيلها من هنا يحطها هنا. ليه؟ عشان الكاوتش ما يبقاش على وضع واحد خالص، لانه لو استمر على فتره كبيره كده هيبقى مستطيل. لما اجي امشي في الشارع اسمع وو 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 وو، غير لما بيكون فيها عالي واطي من المساعدات بايظه. ولو جراج خاص محدد ممكن يطلع يلف بيها لفه ويرجعها تاني. بس تبقى اتحركت يعني. اول ما يرجع تاني مش هيقف على نفس النقطه اللي كان طالع عليها. فده يخلي الكاوتش بتاعي ايه؟
احسن واحسن. الحاجه الثانيه كانت كود الناس بتسال طب احنا في الحواس الخمسه دي احنا بنستخدم ايه عشان ندوقه ايه اللي هندوقه في العربيه عشان يطلع لنا حاسه؟ عندنا احيانا وانت بتشغلي الريموت كنترول بتاع العربيه ما بيشتغلش، فنعمل ايه؟ ابسط حاجه بنقوم مطلعين، كان زمان في الحجر بتاع الراديو لو تفتكري حجر بتاع كنا بنطلعه من الراديو لما ما بيشتغلش ايه عايزين نشوف هو شغال ولا عندنا مشكله تانية، فناخد الحجر الصغير ده نجيب حاجه زي الجنيه الفضه ونحطه تحت على تحت البطاريه الصغيره دي، واخد الحرف اللي فوق ده احطه على لساني، لو لساني اتلسع تعرفي ان البطاريه كويسه جدا ومشحونه وزي الفل، يبقى انا عندي مشكله تانية. فاحنا هنا بنستخدم ايه؟ الحجر بتاع البطاريه ده انا بلمسه بحته معدن كده احطه على طرف لساني، لو لسع لساني يبقى اعرف ان البطاريه كويسه، يبقى المشكله في الريموت او في حاجه تانية، لكن البطاريه هنا ايه كويسه. كل دي من الملاحظات اللي احنا بنشوفها واحنا ايه بنستخدم الحواس الخمسه بتاعتنا. طب ايدي بتنفع في ايه؟ ايدي بتنفع لما اجي امسك فرامل واحس ان في رعشه تحت ايه تحت رجلي وانا بمسك الفرامل، الاقي التنبوره اللي بيركب عليها تيل الفرامل عالي واطي عالي واطي مش منتظمه، فاول ما احسس عليها بايدي الاقي عامله زي اربع صوابع كده بتنزل وتطلع تنزل وتطلع، كل ده انا بحسه ايه وانا ماشي بايدي على وانا ماشي بايدي على العربيه بحس بكل الكلام ده. فالتوليفه دي مع بعضيها عايزين نتكلم على القياده الامنه او القياده بين الواقع والمأمول، بنامل ان القياده بتاعتنا تناسب كل الاستخدامات اللي احنا زي ما بنشوف في كل البلاد احنا بنشوف الاستخدام بتاع العربيات او قائدي السيارات. طب احنا عندنا بالمناسبه عشان نتكلم على معدلات الحوادث في مصر، طب هي المعدلات بتاعه الحوادث اصلا اسبابها ايه؟ بيعملوها الرجاله اكيد، الرجاله أكيد. هم ابطال حوادث الطرق خالص يعني، كل فين وفين لو لقينا ست عامله حادثه. عندنا 26% من الحوادث هي نتيجه لزياده السرعه على الطريق بالظبط، 22% انفجار الاطارات. ليه؟ لان انت ما بتروحيش تعملي صيانه دوريه وتغيري الاطارات بتاعتك، المفروض تتغير كل 40000، انت بتسيبيها 60-70000 في العربيه، فتلاقي الاطار بقى عامل زي الورقه وانت مش حاسه بيه خالص، فتلاقي العربيه اول ما يجي تحتيها صاجه خشب حاجه تقوم قطع الاطار تلاقي العربيه بدات ايه. طب لو انا نسيت مثلا انا غيرت الكاوتشات في كام الف وما عدتش، هل مركز الصيانه يقدر يحدد لي دي محتاجه تتغير او لا؟ طبعا مع الصيانه الدوريه بيعمل ايه دايما، احنا مع الصيانه الدوريه بنعمل حاجه اسمها تاير روتيشن، بعمل ايه؟ برفع العربيه انزل الاستبن بتاع العربيه احطه على الارض، وعندي اربع فرد انزلهم على الارض، اخد اول حاجه ايه فرده بتاعت السواق دي، اجيب الفرده الاستب احطها عند السواق، واخد بتاعت السواق ومرجعها ورا ناحيه اليمين، اللي ورا ناحيه اليمين اجيبها ورا ناحيه الشمال، اللي ورا ناحيه الشمال اجيبها قدام ناحيه اليمين، قدام ناحيه اليمين اقوم شايلها احطها ايه استبن. ايه اللي بيحصل؟ بعد 50000 كيلو بلاقي ان الخمس عجلات اتدوروا في العربيه واشتغلوا، كل واحده فيها اشتغلت 40000 كيلو، اقوم مغيرهم وجايب اربعه بدلهم وكده بقى استفدت بيهم لاخر جنيه دفعته فيها. ايه اللي بيحصل بقى؟ الناس اللي هي ما عندهاش فكره شويه يقول لك لا ده الاستبن بتاع العربيه ما نزلش، العربيه ماشيه 40000 الاستبن ما نزلش، حلو، بيكون زمن الصلاحيه بتاع الفرده الكاوتش اللي في الشنطه انتهت. ايه ده؟ يعني هي لو مركونه ما استخدمتش دي ليها زمن صلاحيه؟ ليها صلاحيه سنتين مثلا، بيبقى مكتوب الصلاحيه بتاعتك كده. طب يعني انا كده اغير الاستبن بقى اجيب لازم تجيبي. طب اللي بيحصل بقى لما انت بتيجي ايه بتعملي ايه؟ بتجيبي اربع فرد بس جداد وتسيبي الاستبن زي ما هي. ايوه طبعا، انا الاستبن بتاعتي دي بقى لها قرن في المنسيه، حصلت مشكله تقوم مركباها في العربيه بدل العربيه اللي فيها مشكله، اول ما تمشي بيها تاخد مطب او تاخد حاجه شارب شويه تلاقيها شققت عملت زي الارض البور شققت كلها من الركنه خلاص هي اكسبايري ديت بتاعها عدى فهي خارج الصلاحيه ملهاش ما تشتغلش تاني. اهي دي معلومه جديده، انا اول مره اخد بالي انه فرده الكاوتش بتاعه الاستبن ما دام محطوطه في حالها يبقى جديده. لا طلع ان لما بتتخزن كمان ليها اكسبايريت دي ليها اكسبايري ديت بالظبط كده. عندنا كمان ايه لما بنيجي نتحرك من الجراج شويه نلاقي تحت العربيه بقعه زيت كبيره جدا. بقعه الزيت دي بتيجي منين؟ يا اما انا عملت صيانه والطبه بتاعه الزيت نسيت تتربط فاتربطت بس ما تقرطش عليها فتبدا تنقط نقطه 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 نقطه، لازم اخلي بالي الزيت ده بينزل منين من العربيه. طب لو الزيت ده احمر مش زيت الموتور اللي هو الاصفر ده يبقى منين؟ من عند الباور، اشوف علبه الدريكسيون بتاعتي فيها مشكله ولا ايه، هي اللي بتسرب الكلام ده. طب لو لقيت الميه بتسرب ايه اللي بيحصل؟ عندي مشكله كبيره، لازم اشوف الرادياتير، لازم اشوف طلمبه الميه، لازم ابص. طب اللي بيحصل ايه احيانا؟ الاقي وانا ماشي في دخنه طالعه لي ما بين الكبوت من هنا ومن هنا، دخنه زي بخار ميه كده خفيف،
اركن وابص الاقي غطى الرادياتور او غطى التانك بتاع الميه بيهرب ميه، لازم اخلي بالي وانا ماشي. ابص الاقي المؤشر بتاع الحراره سخن جدا، انزل مفيش تسريب ميه نهائي، احط ايدي على الرادياتور الاقي الرادياتور متلج. معنى الرادياتور متلج ان هو مسدود استك، فالميه بتخش فيه ما بتعديش منه وتطلع من الناحيه الثانيه عشان تتبرد. لازم احط ايدي عليه واشوف هنا العربيه بتغلي والرادياتور بارد، فلازم اروح عند مركز الصيانه افك الرادياتور ده، هل هو ممكن يتسلك او يتشال ويتغير. كتير قوي بيحصل ان انا وانا بفتح الغطاء بتاع القرب بتاعه الميه والحراره عاليه جدا، دايما الغطاء القرب ده فيه 3 تكات، اول تكه عشان تهربي الضغط اللي جوه بالكامل، تاني تكه عشان تخلصي من الايه من الضغوط اللي جوه خالص، ضغط الميه بيبقى عالي جدا، تالت تكه تفكي مفيش اي مشكله. لكن في ناس بتلاقي الميه بتغلي او العربيه بتغلي فينزل ومفتح الغطاء كده، اللي بيحصل ايه؟ الميه كلها بتيجي في وشه لا قدر الله او تيجي في جسمه، فدي بتبقى مشكله كبيره. كل دي مجموعه من السيرفيس ستابس، نصايح الصيانه اللي احنا بنقدمها للدرايفر. مهم جدا الدرايفر بيهيفير، لازم سلوك القياده في الشارع المصري تتحسن. ليه كمان؟ لان هو اصلا اي حاجه بتبوظ اي حاجه هو السلوك في اي مش السواقه بس، في الحقيقه يعني. فاحنا بنتكلم على ان الدوله بتعمل قانون مروري جديد اتعمل بالفعل، هيتم تطبيقه في حدود سنه او سنه ونص، كله هيتكلم على هيلغي شويه العامل البشري ده ويشتغل كله كمبيوتر عباره عن رادارات عباره عن كاميرات. يعني باذن الله كده لما يبقى في كوبري جميل والدوله عاملاه واسع ما نجيش نلاقي موقف ميكروباصات راح طالع كده مع مرور الوقت وضع يد. الدوله تضرب بيد من الحديد، يعني ده بتبقى مأساة كل الكبار الجديده، كل المخالفات الدوله النهارده بتضرب بيد من الحديد. كل ده مفهوم رئيسي الدوله النهارده بيشتغل على فكر التيم وورك كونسبت، بيشتغل روح فريق، بتشتغل ما بين وزارات عده بتشتغل. النهارده كمان عشان مصر بتتوجه شويه صناعيا هتلاقي في اجتماعات بتتم برئيس الدوله وزير التعليم العالي، افتتاح المعاهد والكليات والمدارس التكنولوجيه. ليه؟ عشان الشباب اللي طالعه جديد النهارده بتتكلمي على انخفاض معدلات بطاله. امتى تنتهي؟ لما يكون عندك مشروعات في الدوله، مشروعات الدوله تستغل شباب الدوله في انها ايه؟ عندك دوله النهارده 55% من الشباب بتوعها اعمار من 20 ل 30 سنه. ما بتكلمش على اوروبا القاره العجوز، بنتكلم على مصر دوله كلها شباب 55%، بتكلمي على 60 مليون بني ادم عمرهم من 20 ل 30، دول يعملوا ايه؟ دول يكسروا الصخر. فكل ده انت بتشتغل عليه. يعني كل اللي حضرتك بتقوله ده في مرحلة وضع سيستم، وضع استراتيجية جديدة، وضع فلسفة جديدة، اللي بيبقى مهم جدا بقى بعد كده الفولو أب، المراقبة والمتابعة على مدار الوقت. ما نبصش نلاقي الحاجة بادية زي ما بيقولوا الغربال الجديد له شدة كده، ما نلاقيش الحاجة اتعملت حلوة قوي وبعد 10 سنين خاص الناس بقى رجعت. مشكلة مصر في نقطة واحدة هي ايه؟ الفولو اب ده احنا دايما نقول لما يكون عندنا تاسك او معين نعمل له ايه؟ نجيب له فريق عمل مدرب، نحط له تارجتس معينه برؤيه معينه، ندرب الناس دي، نديهم وصف وظيفي كويس، نشغلهم، نبدا نعمل مونيتور، نبص عليهم مونيتورينج ده مهم قوي. اهم نقطه بقى في كل ده ايه؟ الكي بيرفورمانس انديكيتورز، معدلات قياس الاداء، الكفاءه بتاعتك، الانتاجيه بتاعتك، الاستفاده منك. صحيح. للمؤسسه اللي انت فيها. صحيح. لو احنا في مصر بنقيس الكلام ده كتير، بتقعدي مع ناس مسؤولين تقولي له الكي بي ايز فيبدا يهرش، هو ده بتاع ايه؟ لا ده معلوق، دي حاجه مهمه جدا. صح. المانجمنت ستايل مهم جدا جدا، ازاي يبقى عندك ليدر وازاي تعملي ساب ليدرز عشان تبقى الدوله تقوم. النهارده كل دول العالم عندها تراك واحد بتمشي على التراك ده مظبوط مهما. انا شخصيا يعني معجبه جدا بكلام حضرتك وحاسه انه ده وقته فعلا ولازم نتكلم فيه، فحضرتك توعدنا ان شاء الله يكون في انترفيو تانية نتكلم فيها عن بقى فنون الاداره. يعني احنا دايما بنقول فن اداره الازمات، وعندنا مشكله في قطاعات كتير ان في اداره الازمه بيبقى في ربكه، بيبقى في جزر منعزله، فما فيش زي ما حضرتك قلت ما فيش التيم وورك دي، فده عايز يعني فقرات. فيا ريت حضرتك برضو تشرفنا. حضرتك تسمحي لي استاذ زكي القاضي، انا بشكره طبعا لانه هو بيوفر المناخ الكويس جدا عشان نسمع معلومه مهمه قوي. ربنا يخليك، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس جمال عسكر خبير قطاع سيارات، صباحك صباح الورد. شكرا جزيلا لحضرتك وكل الساده المشاهدين. مشاهدينا فاصل ونعود بالفقره الحواريه الثانيه والاخيره في صباح الورد، تابعونا.
اهلا بحضراتكم من جديد. احنا طبعا بنتكلم ان احنا في عهد الاي اي او الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، اوكي نركز بقى مع بعض. فالعالم كله طبعا اتجه من بدري للتحول الرقمي، ومصر دلوقتي بتمشي بخطى ثابته وسريعه يعني تجاه التحول الرقمي، وده طبعا في اطار خطه التنميه المستدامه 2030. تحديات كبيره جدا، واحنا شفنا ده في مجالات كتير، بدايه من التعاملات الماليه وانظمه التعليم اللي بتتطور يوم بعد يوم، وطرق كمان او منظومه الشكاوي والاستفسارات المواطنين، مرورا بخدمات حكوميه بقت بتقدم بشكل كامل بشكل رقمي، وسعيا الى تعميم الاتجاه للتحول الرقمي في كل المجالات. ازاي ده بيحصل؟ ممكن يحصل في خلال قد ايه؟ ايه اهدافه؟ ايه مميزاته؟ ازاي نتعامل مع الموظف اللي ممكن يطلع لك بعد كل ده يقول لك السيستم واقع؟ يعني ما دي برضو حته مهمه جدا، ممكن ده يبوظ لك الطبخه كلها على فكره. يعني انت تبقى تعبان وحاطط سيستم وكده، وتلاقي فجاه بقى حد بيوقف لك المراكب السيارة اهو كده غلاسه بقى. فاحنا عايزين نعرف ده بشكل علمي ومدروس نتعامل معاه ازاي كمان اذا حصل موقف زي كده. ضيفتنا هي المهندسه مي عمر، خبيره التحول الرقمي. اهلا بيكي. صباحك صباح الورد. طبعا خلينا نرجع للجمله بتاعت السيستم واقع دي، المتوقع قوي ان هي تطلع لما الدنيا كلها تبقى تحول رقمي، لكن خلينا نتكلم ونشرح ببساطه كده في البدايه للساده المشاهدين يعني ايه التحول الرقمي في كل قطاعات الدوله. طيب هو مبدئيا التحول الرقمي هو نفسه تغيير في العقليه، يعني انت بتغيري كل السيستم القديم او الليجاسي سيستمز او البروسيجرز والاجراءات القديمه الورقيه التقليديه اللي احنا كلنا واخدين عليها لحد النهارده. انت مثلا بتروحي تعملي خدمه او بتروحي تطلبي تطلعي مستخلص رسمي او اوراق، فاللي بيحصل انك بتنزلي من بيتك مخصوص تروحي للشباك عند مدام عفاف للاسف. ايوه تفضل تنقلك من شباك لشباك، بتدفعي فلوس كاش لا ومن دور لدور ولفي بقى على فكره. يعني اليوم بتاع المشوار معروف، يعني المشوار اللي هتخلصي فيه اوراق ده في يوم لازم تاخديه اجازه من الشغل. بالظبط. للاسف يوم كامل يعني رايح في بالظبط. فانت المفروض بتمشي في اجراءات كلها تقليديه اللي احنا كلنا بنعملها، في اوراق، في اختارات بتجيلك للبيت بالجوابات، في دفع فلوس كاش، في حاجات كتير قوي بتبقى ويست اوف تايم ووقت كتير جدا ضايع. المفروض ان البديل الحتمي وبقى اجباري علينا دلوقتي علشان نبقى في نفس المستوى العالمي، ان احنا غيرنا كل الكلام ده وعملنا او ابتدينا مشروع التحول الرقمي من سنه 2016. هو هيدينا ايه؟ هيدينا ان احنا هنتخلص من فكره الاوراق، هيبقى كل حاجه اونلاين على المواقع الالكترونيه وعلى الابلكيشنز اللي على الهاتف المحمول، وهتدفعي بالكريدت كارد، هتقضي على الكوربشن، مش هيبقى فيه فساد زي ما قال الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب سنة 2019. كان بيدعو ان احنا نجري جدا في موضوع التحول الرقمي علشان نقضي على قصه الكوربشن دي. ده التحول الرقمي ده كمان بيشمل انه كل المؤسسات اللي بيشتغل فيها موظفين مهما كان المرتب صغير لازم ينزل على فيزا، يبقى معاه فيزا، لانه طبعا الى الان في اماكن بتقبض كاش، فبرضه الغلبان اللي لسه بيقبض كاش ده بياخدها فلوسه في ظرف، ما هو ده غصب عنه ما عندوش اصلا انه يتعامل بالكريدت كارد بالكريدت على الاونلاين ولا اي حاجه، فهيضطر ينزل يتعامل برضو بالمكاتب والمشاوير يعني اعتقد في كذا حاجه لازم تتحقق بالتوازي مع بعض. بالظبط، هو ده اللي ما حصل فعلا، ده اللي حصل من بالزبط. 2016 بالزبط. نقول حققنا مثلا كم في الميه من التارجت المطلوب من 2016 الى الان؟ احنا بنتكلم في 4 سنوات. هو دلوقتي الفكره بس ان احنا الموضوع ده معقد جدا وبياخد حجم من الاعمال كبير جدا، تايم لاين بتاعه كبير. سوري. فاحنا دلوقتي ابتدينا من 2016، وصلنا لسنه 2019 السنه اللي فاتت، ان احنا عملنا قاعده بيانات كامله في الجمهوريه فيها كل الداتابيز وكل البيانات اللي موجوده في الجمهوريه للمواطنين، بارقام الاي ديز بتاعتهم، باساميهم، بعناوينهم، بكل الديتيلز بتاعتهم اللي تخصهم، ومربوطه في الجهاز الاداري للدوله او في الرقابه الاداريه. الرقابه الاداريه مربوطه بالداخليه علشان المستخلصات والاوراق كلها تخلص مره واحده ات تايم. الفكره ان احنا خلاص خلصنا تقريبا بنسبه 95% من قاعده البيانات دي. احنا عندنا حوالي 70 قاعده بيانات مربوطه بثلاث منصات رئيسيه، عندنا منصه الخدمات الحكوميه ومنصه المدفوعات ومنصه الجغرافيه اللي فيها كل العناوين وكل كل الخدمات المقدمه من خلال المواقع الجغرافيه دي، اذا كان مكاتب صحه او مكاتب بريد او مدارس او مكاتب التموين اللي مطلع منها البطاقات التموينيه والحاجات اللي هي كل المواطن يوميا بيستعملها او بيستخدمها او بيلاقيها في حياته. يعني خليني مثلا انا عن تجربه شخصيه برضو، لانه لازم الواحد طبعا يقول ده من على ارض الواقع، لما حصل مثلا ان انا بعدل اي بيانات في البطاقه
الرقم القومي بصراحه كانت في منتهى السهوله، وفعلا حسينا بقيمه او التطور الرقمي السريع بيحصل ازاي. انت بتخلصي الموضوع بمنتهى السهوله، ولكن احيانا في مصطلح اللي هو ساقط قيد. اذا لاي سبب حد توجه مثلا لاي مؤسسه وفي قاعده البيانات اللي حضرتك ذكرتيها هو مش موجود، ازاي التحول الرقمي ممكن يحقق له ده بشكل اسرع بدون تعقيدات، يعني بدون ما يروح العباسيه ولا السجل المدني؟ هو كده كده لازم هيروح العباسيه، لازم هيروح. دي مشكله كبيره قوي، ده مش حاجات ثانيه كتير. بس لا، خلينا نقول ان نسبه الخطا في التحول الرقمي او في الاجهزه او في التصميمات اللي احنا عاملينها نسبه ضعيفه جدا، يعني ما فيش حاجه اسمها ان الداتا بتاعته ضايعه، ده كلام هيبقى بعيد جدا عن الواقع. احنا لسه ما وصلناش الفولي ماتوريتي للانظمه والاجهزه دلوقتي، لان الموضوع فعلا زي ما قلت لك انه معقد جدا وبياخد بروسيس طويله. ده فيما يخص الاجهزه والمعدات فقط، يعني احنا لسه كمان ما وصلناش للفول ماتوريتي ان احنا نشغل كل البروسيس دي مع بعضها، ان احنا نربط كل مباني الحكوميه ببعض. طب ايه اللي اشتغل وايه اللي ما اشتغلش عشان برضو الناس تبقى الرؤيه واضحه بالنسبه لها؟ لا، هو كله المفروض ان هو خلاص، كله المفروض ان هو خلاص، المفروض يلونش، المفروض هو كله يطلق، لكن احنا مستنيين الربط بقى. يعني كل سيستم او كل جهاز اداري في الدوله عنده الداتا بتاعته وعنده الاجراءات اللي هيقدمها للمواطن وعنده الموظف اللي المفروض هياخد تدريب علشان يعرف يقدمها للمواطن. تعتقدي ان جائحه كورونا يعني من ضمن ايجابياتها ان هي عجلت بالاسراع جدا، مش كده؟ جدا، لانه خلاص احنا بحكم ان احنا لازم نقعد في البيوت، ما انت لازم تخلصي حاجتك من وانت في مكانك. بالظبط بالظبط، وخصوصا في التعليم. يعني احنا حاليا كلنا بندخل اونلاين كلاسز مع اولادنا، فالموضوع ده حل مشكله كبيره جدا، ويعني خلى الموضوع بتاع الكورونا مش كبير قوي في مصر. يعني مش ما عندناش حالات اكستريملي كبيره جدا في مصر. الاطفال والتلاميذ وطلبه الجامعه عندهم على منصه التعليم العالي او على مواقع التعليم الابتدائيه والاعداديه على الانترنت عندهم كل المحتويات، عندهم كل الاونلاين كلاسز، عندهم كل اللي يقدروا يشوفوه كفيديوز وكمحتوى تعليمي بمنتهى السهوله، هم قاعدين في البيت متامنين ومفيش اي مشكله بالنسبه لهم. طيب خليني برضو علشان نكون يعني موضوعيين، سواء بقى وده من خلال طبعا معارف وصداقات وقعدت مع ناس سواء في مرحلة الدراسة أو في مرحلة العمل عايشين في دول أوروبية وعايشين هنا، احنا عارفين طبعا أنه الشغل من البيت دي حاجة متعرف عليها من سنوات في يعني في مجال العمل الغربي، ولكن في الحقيقة هو ما بيغنيش عن أنك تروحي يبقى في شركه ومؤسسه وتروحي تقعدي في مكتبك. يعني وفي طلبه كتير في الحقيقه من تجربه الدراسه اونلاين قال لك لا دي مش كافيه، يعني في حاجات في مواد لا لازم يبقى في حضور ولازم يبقى في اللايف انتر اكشن ما بين المدرس وما بين الطلبه. هل تعتقد يعني ده لو بيثبت انه في يوم من الايام استحاله هيكون في استغناء تام عن التعامل البشري وجها لوجه، ولا شايف حضرتك ايه؟ لا، هو من وجهه نظري او تصوري انه الموضوع طالما انا عندي انتر اكتف في الابلكيشن اللي بستخدمه على الانترنت من ناحيه التعليم فخلاص هو ده هيغني، بالعكس ده هو هيغني كتير قوي عن ان انا يبقى فيه انتر اكتف مباشر بيني وبين المدرس، لان هبقى شايفاه فعلا اونلاين وهرفع ايدي اجاوب او هساله او همتحن او هقدم الورق او اي حاجه. كل الكلام دوت اسهل بكتير من ان انا اتكلف فصول، اتكلف طباعه اوراق وكتب. كل الحاجات. تاثير وصول المعلومه هيكون بنفس قوه ان في يعني ارواح يعني روح يعني في لحم ودم قاعدين قصاد بعض، يعني تفتكري؟ لانه لازال الى الان حتى يعني طبعا في غلق تام في بعض الدول الاوروبيه بسبب كورونا دلوقتي، فلازال في طلبه متضرره من ان هي مش عارفه تروح الكامبس، يعني في مواد هي عايزه تدرسها في الكامبس عشان الشق العملي. بالظبط، مش عارفه تدرسها اونلاين والموضوع ده عامل لهم تربانه شويه. هو يعني ممكن بقى انت كل الكلام ده تمينيمايزي لحد الجزء العملي، يعني ياخد كل الجزء النظري اونلاين ويبقى بس هو يكفيه اللاب اللي هيدخله وهياخد فيه الجزء العملي بتاعه. يبقى انت برده كده قصرتي قوي وقللتي جدا مخاطر انك تدخلي في حاجه زي جائحه كورونا وتروحي فيها محاضره فيها 300 400 طالب، ده اقل عدد يعني طبعا احنا عندنا بالالافات. طبعا فانت هتقللي كل الكلام ده، هتقللي الريسك جدا. صحيح. واحنا بنتكلم على التحول الرقمي بقى داخل مصر، نرجع لبلدنا الحبيبه مصر ومجتمعنا المصري، ايه التحديات اللي بتقابل التحول الرقمي داخل الدوله المصريه؟ هو ربط المباني، احنا عندنا بس الفكره ان احنا الموضوع عشان هيوج قوي وكبير ففي محاور اساسيه احنا اعتمدنا عليها، جهود الدوله الحقيقه كانت كبيره جدا في الموضوع ده. اول حاجه اتعملت او اول تحدي اتعمل ان احنا خدنا من الموازنه العامه بتاعه 2019-2020 7.8 مليار جنيه متخصصه بس لفكره التحول الرقمي.
هل دي كافية؟ اعتقد انها كافية، لان احنا اوريدي بادئين من بدري شوية زي ما قلت لك في 2016، فهي بيزكلي على سنة 2019-2020 عشان نطلع بكل السيستم مرة واحدة. تمام. الحاجة التانية، حصل تغيير في الهيكلة في الحكومة المصرية. اتعمل ثلاث مجالس رئيسية لخدمة التحول الرقمي. اتعمل المجلس القومي للمدفوعات، اتعمل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، والمجلس الأعلى للأمن السبراني اللي هو السكيورتي، اللي احنا نعمل سكيورتي الامن السبراني، يعني سكيورتي سايبر سكيورتي. سايبر سكيورتي. تمام. دي هيكله جديده اتعملت لخدمه، او بس هي موجوده للتحول الرقمي. تمام. عندنا كمان ان عندنا مدينه بورسعيد، ابتدينا كبايلوت بروجكت على مدينه بورسعيد، هي اول مدينه تطلق بالكامل متحولة رقميا. ليه وقع الاختيار على مدينة بورسعيد تحديدا انها تكون البايلوت بروجكت لحاجة زي كده؟ هو دايما بيتم الاختيار بيزد على الكاباسيتي او الدينستي او عدد الافراد اللي موجودة في المحافظة. استراتيجية المحافظة دي، بورسعيد مدينة استراتيجية من الرقم من الدرجة الاولى. طب ما تقدرش تعملي بروجكت زي دوت كبايلوت في القاهرة لان العدد كبير جدا. لا القاهرة طبعا هيبقى صعب قوي. القاهرة احنا لسه عايزين بقى العاصمة الادارية، ويعني لسه عايزين نظبط القاهرة بالظبط. وهي بورسعيد والعاصمة الادارية هم اول منطقتين في جمهورية مصر العربية قائمين بالكامل على التحول الرقمي. طبعا. تمام. عندنا كمان في مبادرة حلوة جدا عملتها وزارة الاتصالات. المبادرة دي انا اعتقد في تصوري ان هي هتخدم شريحة كبيرة جدا من الشباب، هيبقوا متدربين بشكل ممتاز جدا على التحول الرقمي. اسمها ايه وبدات من امتى وايه اهدافها؟ عندنا مبادرتين، مبادره مستقبلنا رقمي. دي بتخدم او بتدرب 100,000 شاب مصري، متكلفه 16 مليون دولار، لانها متعاقده مع مؤسسه يوداسيتي الامريكيه اللي بتدي كورسز في علوم الكمبيوتر وعلوم التحول الرقمي. دي عشان تاهل الشباب ان هم يتعاملوا بقى مع التكنولوجي الجديده او التطور التكنولوجي اللي بيحصل دلوقتي. بالظبط. دي مدتها سنه ونص. دي وان تايم، دي مش ما بتتكررش تاني. المبادره الثانيه مبادره دي مجانيه، كله مجاني. يعني المبادرتين دول مجانيتين. المبادره الثانيه دي انا اعتقد انها احسن شويه، لان دي سنويه. دي 1000 شاب كل سنه من كليه الهندسه والعلوم، تكلفتها 400 مليون جنيه. دي المفروض ان هي كل سنه هتخدم او هتدرب 1000 شاب مصري. دي طبعا ماشيه انولي، انه كل سنه هتلاقي عندك مجموعه من الشباب متدربه كويس جدا، وهتدرب غيرها على استخدام تقنيات التحول. طب الغير الشباب او الاكبر من سن الجامعات ودراسه الجامعات، هل عنده فرصه ان هو يطور نفسه عشان يواكب التطور الرقمي اللي بيحصل في البلد؟ هي الحقيقه المبادرات بتاعه الشباب دي هي اخرها في السن لحد سن 40 سنه. هتلاقي الاكبر من كده اذا كان موظف او اذا كان مستخدم هيبقى برضو عنده اويرنس او عنده وعي كافي. هل في دورات تدريبيه لاعاده تاهيل الموظفين اللي طول عمرهم شغالين بالسيستم القديم، وعايزه طبعا ان انت تعملي له ابجريد عشان يعرف يتعامل مع السيستم الجديد؟ السيستم الجديد. طبعا. طبعا ده هيحصل في كل وزاره لوحدها، او هيحصل في كل مؤسسه لوحدها. ده لسه على شغلها. هيحصل يعني، ده موجود في الخطه. طبعا موجود في الخطه، في الخطه بس. لسه هيحصل. طبعا. طيب المواطن بقى يعني لو تعرض لانه عارف هو رايح مؤسسه عارف كويس قوي ان التطور الرقمي موجود فيها والتطور التكنولوجي موجود، وقابل بقى الشخصيه اللي هي يعني الغلسه اللي هو السيستم واقع، طب يبتدي بقى ايه يعني يسوحوا في المكان. تمام. يتعامل ازاي؟ هي فكره التحول الرقمي قامت بالخصوص على المبدا اللي حضرتك بتتكلمي فيه، اللي هو فصل مقدم الخدمه عن متلقي الخدمه. انت لازم تبعديهم عن بعض في البدايه. لازم تبعديهم عن بعض وسنين كتير قوي عشان توقفي حته الكوربشن دي او توقفي حته ده جزء من الفساد طبعا. طبعا ده جزء كبير يعني. صحيح. فانت لما هتفصليهم عن بعض بان انت تبقي اونلاين وما يبقاش في احتكاك مباشر غير مثلا مره واحده انه يتاكد من شخصيتك او يعمل سيكيورتي عليكي، نشوف انت هل انت فعلا الشخص اللي المفروض يمضي، هل انت فعلا الشخص المفروض مستحق للمعاش او البطاقه التموينيه دي ولا لا. فهو لما فصل بالانترنت او فصل بالخدمات اللي على المواقع الالكترونيه والابلكيشنز، هو كده حد بشكل كبير جدا من انه يتعرض لفساد او يتعرض انه يدفع فلوس غصب عنه او انه يقعد يلف طول النهار من شباك لشباك عشان ياخد الخدمه. هل السيستم نفسه النظام نفسه بتاع التطور الرقمي عمل حساب ان هو يحمي نفسه من الالتفاف حول السيستم وان انا ابوظه بشكل او باخر؟ طبعا في طبعا حاجه اسمها الحوكمه. الجوفرنس دي معموله بشكل دقيق جدا، قوانين هتسن لتامين المدفوعات وتامين المواطن وتامين حتى الموظف ان هو حد برضه ممكن يدعي عليه حاجه يعني. فانت هيبقى عندك قوانين مخصوصه
للتحول الرقمي، بيشارك فيها محامين كتير ومهندسين وناس من مجلس الشعب، هيبقى موجود منظومه متكامله للحوكمه. ده مهم جدا، دايما يقول لك ايه الاهم من الشغل هو تحضير الشغل وتظبيط الشغل. صح. فعلا انا بشكرك شكرا جزيلا المهندسه مي عمر خبيره التحول الرقمي، وصباحك صباح الورد. بشكركم مشاهدينا، كنت معكم مها بهنسي واشوفكم بكره في صباح الورد.